سلام حبوباتي الحلوين، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم البنات راح يكون على برودوي نحتاجه احنا نساء كامل، يعني ما نقدروش نتخليه ولا نستغناو عليه. فوالا حبوباتي، قبل ما نبداو تشاهدوا الفيديو، قبل ما نبدا انا الفيديو نعطيكم زوج ثواني، ديروا لي لايك واشتراك في القناه. فوالا زوج ثواني برك البنات، ويلا نبداو الفيديو. كما قلت لكم البنات، وكما راكم تشوفوا في العنوان، اليوم جبت لكم برودوي ناسبني بزاف، وكان يعني دراهمو في بلاصتهم، يعني حاجه اللي تستاهل. وانا جربته بزاف هذا البرودوي، وايضا محدة ما تقدر تستغنى عليه، يعني لازم يكون في حقيبه ماكياج كل وحده فينا. هذا البرودوي البنات هو الفونديتا كما على بالنا، وحده ما تقدر تستغنى عليها. اذا ما استعملتيهاش في اليوميه، راح تستعمليها في الاعراس، في المناسبات، يعني غير الفونديتا اللي ما تقدريش تستغني عليها. واليوم انا حنجيب لكم فونديتا اللي ولمتني بزاف، من حيث لا ماتير، من حيث السعر، من حيث اللون، من حيث حوايج بزاف البنات. قبل ما نقول لكم الفونديتا وشي هي، راح نقول لكم انا وشي هو نوع البشره تاعي. انا عندي البنات بشره جافه حساسه، وايضا انا اللون يعني اللي يخرج عليا انه انا البشره تاعي جايه في البيج، يعني والله كيفاش نقولوا، مانيش بيضه البلونده هذيك ذاك، لكن بيضه، ما مش اي فونديتا تخرج عليا. يعني اذا درت فونديتا في الكولير الغوزي هذوك نولي نبان مجبسه، يعني شغل دايره الجبس. وكي ندير دي فونديتا في الجون نولي نبان صفر، يعني الفونديتا كيفاش نقولوا، بشرتي خمريه. فوالا البنات، الفونديتا اللي راح نحكي لكم عليها اليوم هي هذه الفونديتا من لوريال. هنا البنات كانت مكتوبه لوريال، دوك نحط لكم هنا كيفاش تجي، لانه انا تفاصلت لي تلمو عندي مده طويله وانا نستعمل فيها. عليه البنات طولت باش نعطيكم يعني الريزلتا، قلت نستعملها ونشوفها، يعني باغ لو طون دي لي حبوب ما ديرليش، واش هما كامل العيوب والمحاسن تاعها. فوالا هذه الفونديتا واسمها انفايبل 24 ساعة. هنا البنات راه يجي مكتوبه انفايبل، وهنا 24 ساعه نورمالمون هكذا. ها هنا مكتوبه 24 فريش وير. فوالا هذه الفونديتان البنات من لاماك تاع لوريال، جايه كيما هكذا. هذه راه لا ماتير تاع زجاج، يعني تجي في قرعه تاع زجاج، وهنا هذا تاع بلاستيك، وفيها بومبا وتكليكي هكذا برك. الفونديتان هذه البنات السعر تاعها دير 160 ألف. لا كولور تاعها جايه في البيج، راح ندير لكم هنا اذا تقدروا تقراوها، ما على باليش اذا فوالا الكاميرا ما التقطتهاش مليح. ليسونسييل هنا راهي مكتوبه في البيج، بيج بو. الترقيم تاعها البنات مش كيما لي فوندوتان الاخرين، تجي مكتوبه 1 2 3 4 5 اكسيتيرا، هذه تجي فيها 130 و 140 اكسيتيرا. راح نحط لكم هنا ثاني ايضا الترقيم تاعها والالوان اللي كاينين والتدرجات اللي فيها، واكيد نتوما راح كل وحده تخير على حسب لون البشره تاعها، يعني كل وحده الدرجه اللي تولمها. مش كي نقول لك انا شريت 130 وندير لك ريفيو عليها تروحي تشري نفس اللون ونفس النون. البنات مش اي فوندوتا تخرج عليا راح تخرج، يعني اي لون يخرج عليا راح يخرج عليك. فقط راح نعطيكم فكره قبل ما تشريو الفوندوتا هذه، ولا كنتم مترددين ولا ما عرفتوش. بالنسبه لهذه الفوندوتا البنات راهي فيها بزاف الكوبي، يعني اذا كنتوا رايحين تشريو من عند واحد يكون ثقه. السعر تاعها قلت لكم راهي 160، يعني اذا لقيتوها ب 100 ولا ب 80 ولا ب 50 هذو كامل راهم كوبي، محال حتى ال 120 تلقاوها كوبي. هي راهي دير 160 حتى ال 180 واكثر، يعني كاين حتى اللي يبيعها اكثر. جايه البنات هذه الفوندوتا خفيفه، شوفوا كيفاش جايه. فوالا انا البنات قريت خلاص لي. فوالا شوفوا كيفاش جايه تسيل، لا بروف ها هي تسيل، يعني مش من هذوك لي فوندوتان اللي جايين مات ثقال على البشره. بالنسبه للبنات اللي حبوا التغطيه الكامله، التغطيه الكامله راح تكون في العرس. هذه البنات بما انه جايه هكذا، هذا لا تيكستور تاعها جايه خفيفه، اكيد راح تصلح اما للاستعمال اليومي اما لذوات البشره اللي تكون شوي صافيه، يعني ما عندهمش بزاف ديفوات يدرقوهم، مثلا اللي عندهم حبوب ولا دي سيكاتريس ولا
هذه الفوندوتا البنات راهي تدرك يعني تغطي لك، لكن تغطية تاعها خفيفة حتى المتوسطة، ماهيش ذاك ماهيش بزاف، وأيضا قابلة للبناء، يعني تقدري ديري بريمير كوش ودوزيام كوش إذا كنت حابة تغطية أكثر وأكثر، ما عجبتكش تغطية من أول كوش تقدري ديري لا دوزيام كوش. تعجبني لأنه فيها يعني حاجة مليحة أنه قابلة للبناء. راح نجربها لكم البنات أبي بري. هنا في يدي عندك بيوتي بلندر، تحبي ديريها مبلولة تحبي ديريها جافة. الحاجة المليحة البنات انه هذا الفوندوتان راهي تمشي، يعني كي ديريها في الوجه راهي تمشي بكل سهولة، مش كيما هذوك لي فوندوتان اللي يكون تخليها شوية تنشف ما تمشيش. قلت لكم التغطية تاعها متوسطة حتى الخفيفة، تصلح على البشرة الجافة ولا الحساسة، واكيد على البشرة الدهنية ما كان حتى مشكل. فوالا هاني كي مشيت لكم على يدي، شوفوا البنات كش ما تلقاو لي طراس تاع فوندوتان وكانك مش مدايره، خاصه اذا كنتي مقشره البشره تاعك جيدا ومرطبتها مليح، يعني ترطيب مليح، يعني مديرت لها اي كريم ايدغاتونت مولفة ديريها وتحطي هذا الفوندوتان، وتكون انا كيما هذه البيوتي بلندر راهي مشمخه شويه، شمختها تقريبا البارح. فوالا فوالا راكم شفتوا البنات وكاني ماني مديره والو، تغطيتها روعه روعه البنات. بالنسبه لي انا ما عنديش بزاف عيوب يعني في وجهي، فقط التعب ولا الاسمرار ولا هكا حوايج يعني خففي تسترهم لي بيان. بالنسبه للبنات الالوان قلت لكم كل وحده تخير اللون اللي تحبوا. الحاجه اللي ما عجبتنيش فيها انه البنات القرعه تاعها برك تاع زجاج، هذه هي الحاجه اللي ما عجبتنيش، باقي كلش مليح من حيث التغطيه من حيث اللون. اللون البنات شوفوا جايه في البيج، ماهيش من هذاك لا كولير الغوزي، انا ما شتيش الحاجه الغوزي بزاف اللي تروح للغوز، تبيض شغل، وماهيش هذاك البيج اللي رايح للجون، نو البيج تاعها هايل، انا خرجت لي على البشره تاعي. تحبي ديري وراها فقط لازم تمشيها مليح، يعني بالبيوتي بلندر ما تخليهاش متراكمه في بلاصه، لانه تقدر دير لك لي طراس في المناطق اللي وين عندك خطوط ولا راح تكدس لك ثما، لازم تمشيها مليح برك بالبيوتي بلندر وماكش راح تزيدي تتعبي معاها طول. قلت لكم البنات تصلح للاستعمال اليومي كما تصلح للاعراس، والديفو تاعها الوحيد انه القرعه تاع الزجاج، انا نخاف انه القرعه تطيح وتتكسر وتروح تتحطم كل احلامي. بالنسبه للبنات لي انفايبل فيها زوج انواع، يعني كاينه انفايبل هذيك تاع تيوب اللي تجي تاعها تيوب تاعها تقريب كيما تاع الغوبيغوز، يعني تجي هكذا تيوب هذه كي من هذا لومبالاج تاعها هكذاك. هذيك البنات راهي جايه شويه مات وخاصه بالبشره الدهنيه، اما هذه راهي جايه ليكيد شويه وخاصه بالبشره الجافه. هذه هي الفوندو تاع البنات اللي قلت لكم عجبتني بزاف ومليحه ايضا انه تطول، يعني راهي تطول معاك النهار كامل، تقدري نهار كامل ما تخشلكش، يعني انا وجهي دائما من النوع اللي يشرب الفوندو تاع، سما كنا نغفل على الفوندوتان تاعي ديما يشربها وجهي، لكن هذه الفوندوتان تبقى معايا من الصبح لليل، يعني نديرها 7 8 حتى نرجع الخمسة تاع العشيه للدار، ما تتنحى ما تنشف هايله، يعني تقعد طول معاك تاع 24 ساعه. هذيك ما عنديش علم لانه امبوسيبل واحد يدير فوندوتان 24 ساعه. فوالا البنات هذه هي الفوندوتان اللي حكيت لكم عليها اليوم، ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله تجربوها ايضا، واللي مجربينها يحطوا لنا تعليقات باش هكذا البنات اللي يدخلوا يطلعوا التعليقات يستفادوا اكثر واكثر، وانتلاو لي في روحكم وباي باي.